السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مستر وائل ساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف السادس الابتدائي، هنحل النهارده اكسرسايز اون ليسون 4 اللي خدنا فيه كملنا فيه عن موضوع الثيرمال انرجي والكايريتيك انرجي، وعرفنا فيه معلومتين زياده عن السايز او الفوليوم اوف ماتر. عرفنا لما المطر بيحصل لها كولينج بيحصل لها كونتراكشن بتقل في الفوليوم بتاعها، ولما يحصل لها هيتنج بيحصل لها اكسبانشن. صح يا شباب؟ اوكي، وقلت معلومه اضافيه ليكم، الكلام ده بيحصل في كل المطر ما عدا الووتر. الووتر لما بيحصل لها كولينج بيحصل لها كمان انكريز في الفوليوم، يعني اكسبانشن، وده اكسبشن، بس الووتر هي الاكسبشن، عشان الووتر دي ليها سر خاص كده عند ربنا سبحانه وتعالى، عامل منها كل الليفنج اورجانيزم، فهي مطر مميزه، يونيك ماتر. صح كده؟ هسيب 5 سكند بعد كل كويتشن يا شباب، ان شاء الله الاسئله تبقى سهله وكلكم تحلوها صح. شوف ذا كوركت انسر. On a very hot summer morning. تمام. Water on ground may turn into water vapor. This change is cold. كلنا شباب بنشوف بعض الناس كده في السمر بيجوا عشان يخلوا الجو احسن شوية، يروحوا رشين شوية مية كده على الارض. ما فيش نص ساعة ولا ساعة تلاقي الجراوند كده، الووتر اللي كانت على الجراوند ما بقتش موجودة، حصل لها بروسيس هتقولوا لي عليها دلوقتي، ان الووتر الليكويد اللي كانت في الارض دي في الجراوند اتحولت لووتر فيبر. اللي تشينج ده اسمه يا شباب، اللي هو حولنا الووتر ليكويد لووتر فيبر، حولنا المطر من ليكويد الى جاز. فالبروسيس دي اسمها ميلتينج ولا ايفابوريشن ولا فريزينج ولا كوندنسيشن. اوكي يا شباب، 5 سكند خلصوا. ايفابوريشن بروسيس. صح يا شباب؟ طيب، ثم ثرمومتر كونتين كولرد الكول، وقلت ليه كولرد؟ عشان اشوفه بس، لان الكول ده زي الووتر كده كولرلس، فانا مش هشوفه لما يطلع كده او اكسباند او كونتراكت، فانا بحط له كولر عشان بس احنا نشوفه يعني. اوكي، وات هابن تو الكول وين ذا ثرمومتر از بليزد ان هوت ووتر؟ لما يحصل هوت ووتر الالكول مولوكيول، لما احط الثرمومتر يعني في هوت ووتر، الالكول مولوكيول جين ثيرمال انرجي. صح؟ سو ذير كاينتيك انرجي انكريز، سو مولوكيولز اوف الكول جيت اواي فروم ايتش اذر. فالمولوكيولز هيحصل له ايه، او مولوكيولز اوف الكول هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها اكسبانشن. صح كده؟ تمام. يبقى الاجابه حطيته في هوت ووتر، الالكول كونتراكت، طب الالكول ايفابوريت، طب الالكول تشينج اتس كلر، طب الالكول اكسباند. اوكي يا شباب، 5 سكند، احنا جاوبنا الاجابه خلاص يا شباب. الكول هيحصل له اكسبانشن، الكول اكسباند، هي دي الاجابه. صح كده؟ هوين ذا تمبريتشر اوف رود اوف ايرن انكريز. جبت رود ايرن كده، عمود حديد كده، ده اسمه رود اوف ايرن، عملت له ايه؟ هوين ذا تمبريتشر اوف رود ايرن انكريز، زودت التمبريتشر بتاعه. طيب، اتس لينث انكريز ولا اتس لينث ديكريز تو اتس هاف، ولا its length doesn't change، ولا its length decrease to its quarter. عملت heating لرود ايرن، اوكي، وهقول لكم حاجه معلومه برضو اضافيه هنا بالنسبه لكم يعني. اوكي، لما تجيب حته رود ايرن وتعمل لها heating، طبعا نفس الفكره هتحصل، هيحصل ايه؟ المولكيولز اوف ماتر دي، المولكيولز اوف ايرن جين ثيرمال انرجي، سو اتس كاينتيك انرجي انكريز، سو المولكيولز موف اواي فروم ايتش اذر، سو ذا فوليوم اوف ذيس ايرن رود انكريز، بدل ما هي كده هتلاقيها بقى طولت سنه بقت كده. صح كده؟ يبقى الاجابه اتس لينث انكريز. اوكي، والحته المعلومه الاضافيه اللي انا عايز اقولها لكم، شفتوا قبل كده يا شباب ريلويز اللي هي الايه؟ اللي هي القضبان بتاعت الترين او بتاعت المترو، هتلاقيها عامله كده بالظبط، سايبين بينها سبيسز، هتلاقي القضبان كده القطر بقى يمشي على القضيب ده كده كامل كده ويكمل كده ويكمل كده. صح؟ اه، وهم بس قبل ما يعملوها بيسيبوا منها الايه؟ السبيسز دي. ليه السبيسز دي سايبينها؟ عشان لما يبقى في هاي تمبريتشر، وطبعا اساسا ديورنج الفريكشن فورس بتوين الويل بتاعت الترين او المترو والريلويز دي او الايرن ريلويز دي، الفريكشن فورس دي هتطلع هيت اصلا. تخيل بقى انت كمان لو موجود في هوت ساني دي كده في الشمس ولا حاجه، فهيحصل ايه؟ هيحصل ان المولكيولز اوف ايرن دي ويل انكريزد ان فوليوم او ويل اكسباند. فلازم نسيب السبيس دي حاجه زي الاكسبانشن جوينت كده اللي شفناها في البريدج في الكباري، علشان لما ده يزيد سنه كده وده يزيد سنه كده في الفوليوم ما يحصلش ايه للريلويز، ما يحصلهاش بيندنج، ما تتنيش كده ويحصل اكسيدنت بقى ويتقلب لا قدر الله المترو ولا الترين دي. صح كده؟ بنسمي السبيس دي يا شباب بالعربي كده بنسميها فلانكات، هنا بنسميها سبيس بتوين الريلويز، ريلويز يعني. اوكي يا شباب،
تمام. يبقى when the temperature، السؤال اللي بعد كده، when the temperature of alcohol inside thermometer increase، لما temperature تزيد ايه اللي يحصل في الفوليوم؟ نفس الفكرة يا شباب، لما temperature of alcohol increase its molecule gains thermal energy، kinetic energy of molecule increase، المولكيول move away from each other، صح كده، فالفوليوم بتاعها will increase، صح كده. فانا رايح اختار الاجابة اللي الفوليوم بتاعها increase او expand، هي هي، صح كده. يبقى الفوليوم ايه؟ increase causing its contraction، اكيد لا، increase causing its expansion، فهي الاجابة increase causing its expansion، هي الاجابة دي، صح كده، تمام. as a result of heat flow through metal، حلو جدا، هيحصل لها ايه بقى؟ زي الهيت ماشي في ميتال، ادي ميتال الهيت ماشي فيها بقى، فما هيحصل لها ايه؟ زي اكسبند، طب زي كونتراكت، طب زي جيت سمولر، طب ار نوت افكت. اه شباب، لما نعمل فلو للهيت في ميتال زي اكسبند، صح كده، تمام. ودي الفكره اللي بتحصل في الريل ويز، عشان كده بسيب السبيسز دي. طيب اكسبنشن جوينتس اللي موجود في البريدج مثلا ار ديزاين تو الاو كونكريت ايه وين تمبريتشر ايه، تمام، الاكسبنشن وين تمبريتشر ايه تو كيب بريدج سيف فروم بوكلينج او بيندينج، بوكلينج هي بيندينج، اوكي. يبقى الاكسبنشن جوينت ار ديزاين تو الاو كونكريت ايه؟ اكسباند طبعا، صح كده، فانا مضطر اختار اكسباند دي او اكسباند دي، مش كونتراكت دي ولا كونتراكت دي. وين ذا تمبريتشر اكيد انكريز، فبالتالي الاجابه دي صح كده، هنا التمبريتشر ديكريز، دي يبقى الاجابه دي مرفوضه والاجابه دي هي اللي صح. اوكي يا شباب، تمام. When a thermometer is placed in cup of ice water، حلو جدا، the liquid inside thermometer هيحصل له ايه؟ goes down ولا rises up؟ انت حطته في ايه؟ في ice water، يعني low temperature، يبقى it will goes down، اكيد الاجابه يا ايه يا سي. طيب liquid inside thermometer goes down due to its contraction، طبعا صح كده، تمام يا شباب، الاجابه سي. طيب true or false، the decrease in volume of matter that occurs when matter is cooled، لما نسقعها او lose thermal energy is called expansion، لا طبعا ده cold contraction، صح يا شباب، فبالتالي الكلام ده false، اوكي. طيب when an object gain heat its temperature increases and its state may change، ركزوا يا شباب، when an object gain heat يبقى temperature increase، الكلام ده لغايه دلوقتي صح، and its state may change، طبعا الكلام ده صح، اوكي. لو وصلنا للبويلنج بوينت هن تشينج، ما عشان كده قال لك may change، ما وصلناش للبويلنج بوينت احنا will not change، صح كده. when we can measure the temperature by using thermometer، ده سؤال بتاع رابعه ابتدائي ده وكي جي 1 كمان، نقدر نقيس التمبريتشر باي ثرمومتر، طبعا فايده الثرمومتر ان احنا نقيس التمبريتشر، اوكي. طيب the main idea to make thermometer is it changing the volume of liquid، الفوليوم بتاع الليكويد يزيد او يقل inside it according to temperature، حسب التمبريتشر الفوليوم بتاع الليكويد يا اكسباند يا ديك يا 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 شرينك او كونتراكت، طبعا الكلام ده ترو يا شباب. طيب when a substance is cool its molecule come closer together، 5 سكند يا شباب فكروا في الاجابه. When substance is cool its molecules become closer together، انا قلت الكلام ده بيحصل في كل المطر، صح طبعا، وقلت ما بيني وما بينكم كده except water، يا شباب الووتر بس هي لما يحصل لها cooling المولكيولز بتاعتها بتبعد عن بعض شويه فالفوليوم بين، اوكي، تمام. بالنسبه للعلم والمنهج ووزاره التربيه والتعليم الكلام ده صح، ما بيني وما بينكم الكلام ده صح في كل المطر ما عدا الووتر، اوكي، تمام. If it is hard to open a lid of jar، كل ما الابهات كده بيعملوا فيها ايه، انا واحد منهم على فكره، بيعملوا فيها ايه الناس الاقوياء الاشداء كده اللي يفتحوا لكم الليد بتاع الجار، ليد البطرمان ده، ها بطرمان مربى جديد كده عايزين تاكلوه، بتستنوا بابا ما يرجع من الشغل كده عشان يفتحوا، ها ماشي، عرفت انتوا الطريقه خلاص تفتحوا ازاي يعني، اوكي. We need pour cold water، لا hot water طبعا، on the lid of the jar to open it easily، لا نحط hot water، صح كده، مش cold water، تمام. when object lose heat say contract، صح ولا غلط يا شباب؟
طبعا الكلام ده صح. لما لوز هيت يعني بنعمل كولينج الاوبجكت ده او المطر دي بيحصل لها كونتراكت. وان ا سبستانس اكسباند اتس فوليوم انكريز. اه السبستانس كانت كده زادت اكسباند بقت كده يبقى الفوليوم انكريز. طبعا الفوليوم انكريز رايت ساينتفك تيرم يا شباب. A device used to measure the temperature. كلنا عارفين الإجابة. إيه الديفايس اللي موجود في بيت كل واحد فينا اللي بستخدمه to measure temperature؟ طبعًا ثرمومتر يا شباب. كملوا الكلمة. The increase in the volume of material as its temperature increase. لو جبت مطر كده أو material وزودت التمبريتشر بتاعتها الفوليوم بتاعها هيزيد. الساينتفك تيرم للكلام ده إيه؟ معاك 5 سكند يا شباب. الساينتفك تيرم اسمه اكسبنشن. صح يا شباب؟ اكسبنشن او ثيرمال اكسبنشن. اوكي طيب. The decrease in the volume of material as its temperature decrease. عكس بقى اكسبنشن وانتراكشن. صح كده؟ اوكي. Joint between parts of bridges أو bridge that allow its expansion without being damaged أو without being bended. أوكي يا شباب الجوينت دي اسمها إيه؟ اسمها expansion joints. اسمها expansion joints. أوكي يا شباب joints. أوكي complete يا شباب joints. Complete the following senses. The increase in the volume of matter that occurs when heating this matter is called, لسه قايلينها من شويه, is called expansion. صح كده؟ تمام. When we call a matter, the space between its molecule decrease. انا اتفقت معاكم يا شباب الكومبليت دي انا ما بقدرش استنى بقى, فحلوا الكومبليت قبل ما تسمعوا الاجابه مني. ها كل سؤال, السؤال التالت كده حلوه قبل ما نقرا, وقفوا الفيديو كده حلوه قبل ما نقرا. When we call matter, the space between its molecule decreases. Between, sorry, دي بط عشان بس يعني مش باينة الكلمة. But when we heat it, the space between its molecule increases. صح كده؟ تمام. When substance is contracted, its volume decreases. While its volume increases when it acts contracted بقى, ها, expanded. صح كده؟ تمام. By increasing the temperature of matter, the speed of its molecule increases and its kinetic energy أو the kinetic energy برضو increases. صح كده؟ تمام. When bridges are exposed to hot weather, إيه اللي هيحصل؟ The space between the molecules of expansion joint, إيه بقى؟ إيه اللي هتحصل؟ Decrease, هيحصل decrease في الـ spaces دي causing its expansion. صح كده؟ نقراها تاني. When the bridge are exposed to hot weather, the space between the molecules of expansion joint decreases, causing its expansion. صح كده؟ ماشي. Engineer use A joint, لسه قايلينها expansion joints, فين اهي؟ expansion joints. اوكي اكتبوا الكلمة دي هنا expansion joints. To keep bridges from buckling at high temperature. Different materials ايه by heat. By heat بيحصل لها ايه؟ expand by heat. صح كده؟ and contract by cooling. صح كده؟ تمام. Give reason for يا شباب. Engineer use expansion points. هي المفروض expansion joints in the designing bridge. ايه؟ ليه بيستخدموا expansion points او joints in designing of bridge وهم بيصمموا كوبري؟ يا شباب 5 second فكروا جملة مناسبة. To give free space for expansion of the iron rods from which the bridge is designed. صح كده؟ تمام. The level of alcohol inside thermometer rises up if we put it inside hot water and goes down if we put it inside cold water. معاكم 5 second يا شباب. الإجابة تقول لي في هوت ووتر لوحديها إيه اللي هيحصل وفي كولد ووتر إيه لوحديها إيه اللي هيحصل. هتقول لي إن if ثرمومتر is put in hot water
the molecule of alcohol gains thermal energy and its kinetic energy increase, so molecules move away from each other and the volume of alcohol increase, so alcohol rises up. ترجع تعيد الكلام ده بصيغة عكسية في حالة ايه؟ في حالة الكولد ووتر، صح كده؟ تمام يا شباب. Give reason for pouring hot water over metallic lid او metal lid of glass jar make it easier to open the jar. ها؟ ماشي، فكروا يا شباب. خلاص عارفين الاجابة وخلاص هتقدروا كده، الامهات كلها تقدر تعتمد على نفسها في فتح الميتال ليد بتاع الجام جار ده مثلا، ها مطرمان المربى ده ولا حاجة، صح؟ اوكي. Because by pouring hot water on the metal lid of the glass jar, the metal lid gains thermal energy, so its molecules move away from each other. أو تقول kinetic energy increase, فالmolecules move away from each other, leading to expansion of this metal lid, so the jar أو metal lid will open easily. الجار open easily. صح كده؟ What happened to bridges if engineer doesn't use or don't use expansion joints in their designing, this bridge may bend, صح كده، او يحصل له buckling on hot weather days، صح كده. تمام. What happened to the level of alcohol inside thermometer if we be put it inside hot water, الليفل بتاع الالكول will rises up، صح كده. تمام. What happened to the level of alcohol inside thermometer if we put it inside cold water؟ عكسه بقى، يبقى الليفل اوف او الليفل اوف الكول ويل جوز داون، صح كده. What happened to the space between molecules of matter if we heat it؟ لو we heat المطر، المولكيولز هتبعد عن بعضها، so the space between molecules increases، صح كده. تمام. طيب look at the figure below that show two empty glass bottle. ادي two empty glass bottle، تمام، connected by glass tube، اهم متوصلين بجلاس تيوب اهي، تمام كده، with a ping pong ball in the tube. هنا في كورة بينج بونج صغيرة، حلو جدا، ماشي. Without breaking the glass tube، من غير ما نكسر الجلاس تيوب ده يا شباب، الجلاس تيوب دي من غير ما نكسرها، شايفينها الجلاس تيوب دي، مش عايزين نكسرها، معلش الشمس حطت ده بس مش عايزين نكسرها. Which may will cause the small ball to move nearer to bottle B. ايه اللي يخلي البول دي بقى تتحرك nearer لبوتل B؟ لو سمحتوا ركزوا يا شباب. اوكي، نعمل ايه؟ عايزين نحرك الكرة دي ناحية الايه؟ الجلاس بيكر ده او الجلاس بوتل ده B. طب نعمل ايه؟ بور بوث بوتل A and بوتل B into بيسين of cold water. ماشي، يعني حط البوتل A والبوتل B، حط التو بوتلز دول في بسين كونتيننج كولد ووتر. طب حط بوث بوتل A وبوتل B ان بسين كونتيننج هوت ووتر. طيب بوت بوتل A انسايد بسين اوف هوت ووتر اند بوتل B انسايد بسين اوف كولد ووتر، او العكس، بوت ذا بوتل A ان بسين كونتيننج كولد ووتر وبوتل B ان بسين كونتيننج هوت ووتر. انا هسيب يا شباب 15 سكند، زمن كبير اهو، عشان بس تفكروا احنا هنعمل ايه وتختاروا الاجابه. اللي حاسس ان الوقت قصير بعد ما اقول الاجابه يوقف الفيديو ويحاول يجاوب لوحده قبل ما انا اقول الاجابه. اوكي يا شباب، الاجابه المفروض تعتمد ان انا احط هنا ووتر مختلفه عن اللي هنا. طب انهي ووتر احطها وانهي ووتر؟ هي الهيت يا شباب هتتنقل من الهاي تمبريتشر ولا الاوبجكت لللو تمبريتشر ولا العكس؟ الهيت هتتنقل من الهاي تمبريتشر لللو تمبريتشر. طب انا لو حطيت هنا هوت ووتر وحطيت هنا كولد ووتر، الكونكشن ما بينهم الجلاس تيوب دي، صح كده؟ الهيت كده هتتنقل في الدايركشن ده، صح كده؟ تمام، الهيت هتتنقل كده، والهيت بتتنقل كده، ما تعمل لي ترانسفير للبول معايا، صح؟ الهيت هنا هتبقى هنا عماله تسخن كده، فالبول هتتزق كده، صح كده؟ فعايز تحرك البوتل عند بي، حط في الكونتينر ايه؟ هوت ووتر، وحط في الكونتينر بي كولد ووتر، هتلاقي الووتر كده او هتلاقي البول بينج بونج بول دي راحت ناحيه البي شويه، وانت عايز توديها ناحيه البوتل بي، صح؟ يبقى الإجابة حط في ايه هوت ووتر، فين بقى اهي، حط في ايه هوت ووتر وحط في بي كولد ووتر، فالإجابة كده تعتبر سي. تمام يا شباب، أأمل إن الأسئلة تكون سهلة، أأمل إن أنتم تكونوا كلكم حليتوا الأسئلة دي صح معايا. ستادي هارد يا شباب، إلى أن نتقابل في ليسون 5، أتمنى لكم التوفيق، نتقابل على خير، السلام عليكم.